السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقديم كتاب القصص في الكتب السماوية من تأليفي. الحمد لله والصلاة على رسول الله محمد بن عبد الله النبي الأمي الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده حتى تركنا على المحجة البيضاء لا يزيغ عنها إلا هالك، فجزاه الله عنا خير الجزاء، هو وإخوانه من الأنبياء الذين أضاءوا الأرض بما أوصلوه إليها من نور السماء. لقد عرف عالمنا العربي الأديان السماوية عن قرب، فهي أديان سادت أو تواجدت فيه جنبا إلى جنب بكل تنوعاتها ومذاهبها وفرقها، بل هي أديان ولدت وترعرعت على أرضه أيضا واشتركت معا في كثير من الوشائج والمعتقدات. ومع ذلك فإن معلومات كل أتباع دين عن الدين الآخر تقتصر على أفكار غالبا ما تكون سطحية أو مشوشة، بل وحتى مغلوطة. لقد وجدت نفسي منجذبا منذ حداثتي إلى التعرف على الأديان والمذاهب والاطلاع على أهم الخلافات بينها، خاصة وأنها قد نبعت من معين واحد، وقد دفعني هذا الانجذاب إلى قراءة العديد من الكتب والمقالات المتعلقة في هذا المجال، وجعلني أطلع على أغلب ما كتب فيه أو حوله من كتب وأبحاث ومقالات باللغة العربية. وقد لفت انتباهي قلة المؤلفات العربية في هذا المجال واعتماد جلها على مراجع تراثية تعود إلى عدة مئات من السنين إن لم أقل آلاف، أو على كتب بعض المستشرقين الذين كان غالبهم ينطلق من منطلقات مسبقة ليصل إلى نتائج محددة سلفا. في هذا الكتاب أردت إلقاء ضوء متواضع على جانب من جوانب التشابه والاختلاف بين هذه الأديان السماوية، وهو الجانب المتعلق بالقصص. القصص التي اشتركت هذه الكتب في روايتها أحيانا بشكل متطابق وغالبا بشكل مختلف، سواء كان الاختلاف طفيفا أم جذريا. لم أستعن في كتابتي بأي تفاسير أو آراء فقهية لأي من أتباع الديانات السماوية الثلاث، بل لجأت إلى الكتب السماوية نفسها حيث تتبعت القصص الواردة فيها ونقلتها حسب ظاهر النص، ثم قارنتها مبينا أوجه الشبه وأوجه الخلاف، ثم سلطت الضوء بعد ذلك على بعض الملاحظات التي وردت في كتاب المسيحيين المقدس والتي لا تنسجم مع العقيدة الإسلامية أو مع حقائق العلم أو مع فقرات أخرى من الكتاب المقدس نفسه. متوقفا عند ذلك لأترك للقارئ حق الوصول إلى الاستنتاج الذي يطمئن إليه. لقد فرض أسلوب كتاب المسيحيين المقدس نفسه علي، ذلك لأنه يروي الأحداث بشكل متسلسل زمنيا، فجعلني أتتبع القصص كما وردت فيه وبنفس ترتيبها، ثم أعرض كل قصة منها على القرآن الكريم وأقارنها بما ورد فيه حول نفس الموضوع مبينا أوجه التشابه وأوجه الخلاف. لقد قام الفنانون المسيحيون على وجه الخصوص برسم أحداث كتابهم المقدس كما تخيلوها، قاموا برسم الذات الإلهية والملائكة والأنبياء، وكذلك رسموا الشياطين والأبالسة والعذاب والجنة والنار، ثم طبعوا نسخا من كتبه المقدسة أحيانا بشكل مصور، سواء طبعات خاصة بالأطفال أو بالكبار، كما زينوا كنائسهم وقصورهم ومبانيهم بهذه الصور. وقد أبدع فنانو العصور الوسيطة وكبار رسامي عصر النهضة وعلى رأسهم ميكائيل أنجلو برسم مثل هذه اللوحات، تاركين تراثا هائلا لا يقدر بثمن في عالم الفن. مثل هذه اللوحات وإن كانت تصدم الذوق الإسلامي الذي ينزه الله والأنبياء والملائكة عن التجسيم والتصوير، إلا أنها تقدم إيضاحا للطريقة التي يرى بها المسيحيون عقائدهم، كما توضح على الأخص كيف يفهم المسيحيون بعض النصوص التي تقبل أكثر من تفسير، كما تساعد هذه الصور والرسومات على توضيح الخلافات بين الكنائس خاصة في مسائل العقائد التي تستطيع الصور أن توضحها بشكل أبلغ من الكلمات. وقد قيل سابقا رب صورة أبلغ من ألف كلمة، لذلك فقد استعملت بعض هذه اللوحات والرسوم لإبراز الاختلاف الذي لا تبرزه الكلمات غالبا، وبيان مدى قرب هذه القصص بالنسبة للرؤية المسيحية من قصص الأساطير الإغريقية، حيث تتعدد الآلهة وتتزاوج فيما بينها وأحيانا فيما بينها وبين البشر،
وتحيك المؤامرات ويجوز عليها ما يجوز على البشر من نسيان وحقد وغيره، مما يختلف بل ويناقض العقيدة الإسلامية في هذا الموضوع. وقد لا يعرف الكثيرون أن كتاب المسيحيين المقدس يضم التوراة والأناجيل، أي أنه يضم كتب اليهود المقدسة وكتب المسيحيين معا، لذلك ستكون المقارنة بين القصص التي وردت في كتابين فقط هو القرآن الكريم الذي يؤمن به المسلمون وكتاب المسيحيين المقدس الذي يضم التوراة التي يؤمن بها اليهود والمسيحيون، كما يضم الأناجيل التي يؤمن بها المسيحيون فقط. وأخيرا، فإنني لا أشك في أن ما بذلته من جهد لن يرضي جميع القراء، ولكنني مطمئن إلى أنني قد بذلت قصارى جهدي لكي أبتعد عن أي تعصب أو إبداء آراء شخصية أو متطرفة قد تقلل من القيمة العلمية لهذا العمل. ومع علمي بأن رضا الناس غاية لا تدرك، إلا أنني أطمح إلى رضا القراء من مختلف المشارب عما يقرؤونه في هذا الكتاب، وغايتي في النهاية هي رضا الله سبحانه وتعالى، وهو من وراء القصد. يقع الكتاب في 173 صفحة من القطع المتوسط 17×24 سنتيمترا، الثمن 600 دينار جزائري زائد أجور التوصيل. إلى اللقاء.